اليوم تعقيبا على اخويا السوشيال ميديا مثل ما تفضل وقال المحتوى. شنو المحتوى؟ اليوم انا كشخص اجيت نفس هذا المكان ذا مو عفد 10 مترات عن هذا المكان زين. كان محتواي بداية الأمر يعني في وقت عاشوراء، ولكن اتطور. اليوم أحب بغداد، يعني أحب عاصمتي حبيبة بغداد، غنيت لبغداد. يقول للإمام الشافعي والإمام جعفر الصادق، يقول الغناء كلام حسن، هو حسن وردي وردي، هذا الشيء ثابت بالبلاد. تمام، هاي انت قصيت صورة للمذهبين. اي حسنت، غنيت البغداد، غنيت المهم، غنيت اللي ما احبه عاصمتي، غنيت الدجله. نسمع الشيء البغداد. يلا هاك هذا المايك، لا انا احب اسمع بعد. الله يعزك. يلا لا نسمع ما قال ابن ولايتي. يلا ابن الجواهري زين. قول امان 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 خداي حييت سفحك يا بغداد فحيني يا دجلة الخار يا 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 أم البساتين حييتك من قور فحيني يا 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 الفلوجة يا تاج رأسي. الله يسلمك. من النجف الأشرف. هلا هلا أمي. وقفت على ساحل البحر الحزين أودع سفينة الراحلين. أوه الله. فسألني أحد الواقفين هل ستنساهم في مر السنين؟ كيف أنساكم يا أهل الفلوجة وأنتم في قلبي ساكنين؟ أمان أمان خداي خداي الله حياك حياك. شكرا لك. بس سؤال، هذا علي طور إلي طور خاص لي. زين شنو هاي اللي انت اشترت لي خداي خداي؟ حبيت الكراد. عشت 4 سنوات انا واهل الفلوجة طيبين، والعيسى طبعا بالخصنص، هاي العشيرة الراقية. عندنا ابو عيسى. اي ابو عيسى طبعا. اي ها عمر عيساوي طبعا من النجف الاشرف من المتنبي. ابو حفصة صدق مشتاق لك، والدعوة واصلة والله. هاي خلاص من النجف الفلوجة. اي والله واصلة بالصقلاوية وبالسكر وكل الوادم اللي عاشرتها باربيل كلها واصلة دعواتكم. بس اقسم بالله اقسم بالله هاي الفترة اليوم تدرون بيا على مود العودة مالتي مال الحشد. اقسم بالله شكرا لكم، شكرا لدعواتكم، شكرا للفلوجة. الله يحفظك. شكرا. أيوة. الله يوفقك. 100 هلا. هلا هلا هلا.